وفي إطار تنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بتعزيز مفهوم الرياضة للجميع، وتنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بتخصيص اليوم الثلاثاء نصف يوم عمل في جميع الوزارات للاحتفاء باليوم الرياضي، فقد نظمت رئاسة الحرس الوطني يومها الرياضي برعاية كريمة من لدن الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني. وقد أقيم تحت رعاية سمو رئيس الحرس الوطني فعاليات اليوم الرياضي، والتي اشتملت على بطولة سمو رئيس الحرس الوطني لسباقات الماراثون العسكرية ومسابقة الرماية بالبنادق والمسدس، وذلك في مجمع ميادين الرماية بمعسكر الصخير، بحضور معالي لواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني، والرائد الركن سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة قائد وحدة العمليات الخاصة. ولدى وصول سمو رئيس الحرس الوطني إلى موقع الفعاليات يرافقه معالي مدير أركان الحرس الوطني، كان في الاستقبال كبار ضباط الحرس الوطني من قادة الوحدات ورؤساء الشعب. وقد بدأت بطولة سمو رئيس الحرس الوطني للماراثون العسكري لوحدات الحرس الوطني لمسافة 42 كيلومترا، وكان فريق وحدة العمليات الخاصة أول الفرق التي تقطع مسافة الماراثون وتتوج بكأس البطولة. وقد تفضل سمو رئيس الحرس الوطني بتسليم كؤوس البطولة والميداليات للمركزين الأول والثاني، منوها سموه بالدور الواسع الذي توليه رئاسة الحرس الوطني للرياضة وأهمية الحفاظ على تنظيم مثل هذه البطولات والسباقات الرياضية لمنسوبي الحرس الوطني، بما يساهم في تعزيز ثقافة الصحة العامة والسعي إلى جعل الرياضة جزءا من حياة الفرد اليومية، إضافة إلى تفعيل العمل الجماعي بين منسوبي الحرس الوطني.